أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة عن علم كبير من أعلام كردستان ومن أعلام العراق، بل من أعلام الدولة العثمانية في عصره. ذلك هو الأمير المعروف باسم السلطان حسين بن حسن بن محمد بن سيف الدين الولي. وربما كثيرون لا يعرفون هذا الأمير، وبالتالي من المهم أن نعرف بشخصيته، ثم نعرف بدوره الذي أداه في عصره. لا نعرف، نحن أيضا لا نعرف متى ولد هذا الأمير، ولكن من المرجح أنه ولد في السنين الأولى من القرن العاشر للهجرة، القرن السادس عشر للميلاد، وولد في مدينة آبائه في مركز إمارته مدينة العمادية عاصمة إمارة بهدنان. وتمكن هذا الأمير من أن يلقى تربية صالحة حسنة على يد مربين أكفاء، وتأثر منذ شبابه بأحد المشايخ من الصوفيين، فنشأ وهو يعني متأثر بنزعة تقية صوفية، واهتم أيضا بطلب العلم وهو في تلك السن المبكرة، وعني بجمع الكتب حتى كون له مكتبة ضخمة من المخطوطات، يزيد عدد مخطوطاتها على 5000 مخطوط، وهذا عدد كبير في يعني في تقدير المكتبات في ذلك العصر. واهتم بشؤون الثقافة بوجه عام حتى تولى السلطة بعد وفاة أبيه الأمير حسن بك، وتولى مسؤولية إدارة هذه الإمارة. من المهم أيضا أن نقول بأن الفترة التي تولى فيها الأمير السلطان حسين كانت فترة انعطاف مهمة في تاريخ الإمارة، بل في تاريخ المنطقة. ذلك أن تلك الفترة شهدت الصراع العثماني الصفوي، وكان هذا الصراع يشكل يعني تهديدا لأمن المنطقة، وينذر دائما بتداعيات خطيرة تودي بالحياة العامة وبالأمن في هذه المنطقة، لا سيما في العراق وكردستان. وكانت يعني مسؤولية السلطان حسين هذا هو أن يدبر أمر أمن إمارته، وفعلا نجح في هذا المضمار إلى حد كبير. والمهم أنه نجح في أن يلملم شعث أو هذه الإمارات المتناثرة أو الإمارات التي لم تكن متحدة إطلاقا، الإمارات الكردية في كردستان، استطاع أن يوحدها وأن ينضمها في سلك إمارته. لم يتخذ أي أسلوب عنيف في ضم هذه الإمارات إلى إمارته، وإنما استطاع بالأساليب الدبلوماسية الهادئة وبالمصاهرة وبأعمال دبلوماسية يعني ذكية، استطاع أن يلملم شتات هذه الإمارات، فضم إليه إمارة بابان. ولم يكن هذا بحملة عسكرية كما نتوقع، وإنما استطاع أن يعني يؤدي دورا في أن يتولى أحد البابانيين إمارته بعد انقطاع، فكسب ولاء هذه الإمارة حتى أصبح هو مشرفا على شؤونها. وهكذا ضم إمارة مكري في الشرق، في يعني حدود الدولة الصفوية في إيران، في كردستان إيران، ضمها أيضا بنفس الأسلوب. وهكذا فعل بالنسبة إلى إمارة سوران اللي كان يعني عاصمتها الأخيرة هي إمارة هي مدينة راوندوز، وهكذا فعل بالنسبة إلى إمارة بوتان في منطقة جزيرة ابن عمر. كان أسلوبه في توسعة إمارته يعتمد على السياسة الهادئة التي تعتمد
على يعني كسب ولاءات أمراء تلك الإمارات صداقتهم، أما عن طريق المصاهرة أو عن طريق يعني السياسة وأسلوب حسن الجوار. كان الأمير سلطان حسين رجلا مثقفا متدينا، كسب إعجاب وتقدير الأمراء الآخرين، لم يلجأ إلى أي أسلوب عنيف كما ذكرنا. وأيضا في المقابل أرضى الدولة العثمانية بأن وقف إلى جانبها في تهدئة الأمور في هذه المنطقة المهمة، ونجح في قيادة حملات عسكرية ناجحة عندما كان الأمر يتطلب الدفاع عن الحدود الشرقية للدولة العثمانية، فكسب ثقة هذه الدولة. منها مثلا قام بقيادة حملة عسكرية بسرعة حقيقة، وتقدم باتجاه بغداد وحال دون سقوط هذه المدينة يعني بيد الصفويين، وكانت حقيقة حملة استباقية يعني لكي يسيطر على وسط العراق من أن تتداعى الأمور ويعني يدخل الصفويون فيه. أيضا كان هذا، وطبعا هذا يعني أدى إلى رضا الدولة العثمانية ورضا السلطان سليمان القانوني، يعني السلطان الكبير في ذلك العصر، سلطان الدولة العثمانية. حينما دخل السلطان سليمان بغداد كان هو واحد من المهنئين الذين ذهبوا إلى بغداد لتهنئته، استطاع أن بسياسته حقيقة وبدبلوماسيته العالية أن يكسب ثقة الدولة العثمانية تماما، بحيث أن السلطان العثماني كان يفرده بلقب السلطان، وهذا أمر غريب لأن السلطان العثماني لا ينادي ولا يكاتب أحدا من ولاة دولته أو من أمرائها بلقب السلطان إلا الأمير حسين، هذا لقبه بالسلطان. ونحن قرأنا في الوثائق التي أرسلها السلطان سليمان القانوني إلى هذا الأمير، وهي مصدرة بعبارة السلطان حسين دام مجده دامت معاليه، وهذه هي أقصى عبارات التقدير التي يمكن أن يلقب بها السلطان عثماني أحد أمراء دولته. يعني من الغريب أن السلطان ينادي أحد آخر يعني أمير آخر بلقب السلطان. كسب ولاء وثقة الدولة العثمانية ونجح في توطيد الأمن ليس في كردستان وحدها وإنما في العراق، لأنه تداعيات الأمور في العراق كانت تحتاج إلى أمير قوي يمكن أن يؤدي دورا في استتباب الأمور. على سبيل المثال حينما اندلعت ثورة في منطقة البطائح أو منطقة الشبايش كما تسمى في العهود المتأخرة، قادها ثائر يدعى ابن عليان، وأصبحت هذه الثورة تنذر بتداعيات خطيرة على الجنوب العراق بل على العراق كله. قاد السلطان حسين طبعا بأمر من السلطان العثماني، قاد السلطان حسين الولي جيشه وذهب إلى هذه المنطقة الصعبة قتاليا، لأنها يعني منطقة أهوار و وقصب وغير ذلك، البيئة التي لم يعتادها الكرد إطلاقا لعدم وجودها في بلادهم. تمكن هذا الرجل من أن يقود حملة عسكرية كبيرة، نجح في توطيد الأمن في هذه المنطقة ولاحق ابن عليان هذا وحاصره، ثم عاد ابن عليان يعني إلى طاعة الدولة العثمانية وقضى على هذه المسألة. أيضا قام بحملة عسكرية في منطقة البصرة حينما كادت البصرة أن يعني تخرج من طاعة الدولة أو من سيادة الدولة العثمانية، أيضا قام بدور مهم قدر من أجلها في بسط سيادة الدولة العثمانية على البصرة. كان السلطان حسين إذن يعني له أدوار تتجاوز منطقة كردستان إلى أنحاء كثيرة من شرق إيران ومن جنوب العراق، وأيضا في مناطق وفي منطقة الجزيرة يعني في جنوب الأناضول،
وفي مناطق أخرى سأذكرها الآن، في يعني عندما تعرضت الأندلس إلى اضطهادات الإسبان بعد سقوط غرناطة، استنجد العرب المسلمون في هذه المنطقة في الأندلس بالسلطان العثماني يطلبون منه النجدة، أن يعني يحميهم أو يقدم عونا لهم ضد المضطهديهم من الإسبان. السلطان العثماني السلطان سليمان أرسل لهم أنهم انتظروا إلى أن تتوطد الأمور نظما أمن البحر المتوسط، لأن القراصنة الأوروبيون كانوا يعني يسيطرون على أجزاء من شرق البحر المتوسط، وحين ذاك نرسل لكم النجدات الكافية. الغريب أن السلطان لم يعني يكلف أسطوله أو يكلف جنود أسطوله أو القادة البحريين، وإنما كلف أمير بهدينان السلطان حسين بقيادة هذه الحملة على أساس أن ينجده بنحو 100,000 مقاتل من مواطنين من الكرد في منطقة بهدينان. وطبعا قيادة الأسطول كانت بقيادة أمير شهرزور لالا مصطفى باشا، وأما القيادة للجند للمقاتلين فكانت يعني بإمرة السلطان حسين. فجهزت الحملة وأرسل أولئك الجند إلى ساحل البحر المتوسط إلى منطقة اللاذقية، ومن هناك استقلوا الأسطول العثماني وخاضوا حروب بحرية خطيرة وكبيرة إلى أن تمكنوا من فتح جزيرة قبرص التي كانت تتخذ قاعدة للقراصنة الأوروبيين في ذلك العهد تحت سيطرة جمهورية البندقية التي هي كانت تتولى السيادة على الجزيرة. استطاعوا أن يفتحوا هذه الجزيرة ويضموها إلى الدولة العثمانية، ثم خاض هذا الأسطول حروبا أخرى في منطقة، وسيطروا على جزيرة رودس وعلى عدد من الجزر في منطقة يعني شرق البحر المتوسط. لا ندري يعني ما هي الكفاءة التي كيف استطاع أولئك الجند الذين لم يعرفوا البحر في حياتهم قط أن يتغلبوا على دوار البحر المعروف وأن يقاتلوا في معارك بحرية ناجحة تمكنوا من خلالها السيطرة على جزيرتين مهمتين والقضاء على أساطيل مدربة من القراصنة الذين كانوا يعني على معرفة وطيدة بهذه المسالك وبالقتال في البحر. ومنذ ذلك الحين أصبحت قبرص جزءا من الدولة العثمانية. إذن السلطان حسين حقيقة تجاوز في عملياته البر إلى البحر ونجح فيها جميعا، واستطاع أن يثبت أنه السياسي الماهر الدبلوماسي الحكيم والمقاتل الشجاع أيضا الذي قاد كل هذه العمليات كما ذكرنا. فضلا عن ذلك كان السلطان حسين، وكما بدأنا الحديث عنه في أول هذه الحلقة، كان محبا للعمران، ولذلك اهتم جدا بتعبيد الطرق، يعني رصها بالحجارة وفتح الطرق وبناء الخانات التي تأوي المسافرين في جنبات هذه المناطق. وكان يعلم أن إمارته يعني وعرت المسالك، وأنه لا بد من طرق معبدة وميسرة لكي يشد أوصال هذه الإمارة المتوسعة إلى بعضها البعض. لذلك اهتم بتعبيد الطرق، كما اهتم ببناء الخانات، اهتم أيضا بالجانب الثقافي، بنى عددا من المدارس، كان ربما كان أهمها مدرسة قبهان. هذه المدرسة التي عدت جامعة حقيقية لها علاقاتها مع الجامعات الإسلامية الأخرى كالأزهر مثلا وكمدارس أخرى شهيرة في العالم الإسلامي،
في الغالب هو عمرها ووسعها، يعني كانت المدرسة لها وجود قبله ولكنه وسعها على نحو جعلها جامعة حقيقية في قريبا من مدينة العمادية، في روبار العمادية، يعني في وادي العمادية، وكان الطلبة يقصدونها من كل حلب وصوب، وكبار الأساتذة يدرسون فيها طلبتهم. كانت يعني قد أصبحت مركزا علميا وثقافيا كبيرا، ووقف عليها الأوقاف الكثيرة لتدوم، و يعني خصص مكتبته لاستفادة الطلبة والعلماء فيها. فكانت مدرسة قبهان تحوي خزانة كتب نفيسة، ربما يندر أن تجتمع هذه الكتب في مدرسة، لا سيما في تلك البيئة البعيدة الصعبة التي ربما لا نتوقع يعني وجود مثل هذا المستوى الدراسي العالي فيها في تلك المنطقة. وكل مخطوط من مخطوطات هذه المدرسة كان مختوما بختمه الذي يحمل اسمه السلطان حسين. وفضلا عن ذلك بنى مجموعة من الجسور والقناطر على الأنهار والوديان والخوانق التي يعني تقطع طرق السابلة في عموم هذه الإمارة. كان السلطان حسين حقيقة رجل دولة ورجل عمران وبناء ورجل ثقافة، ومما يؤكد هذا أنه هو نفسه كان أديبا وكان صوفيا وكان شاعرا وكان مقربا للعلماء وراعيا لهم. لذا شهدت إمارة بهدنان بل كردستان وحواليها في عهده ازدهارا حقيقيا وتقدما واسعا في كل مجالات الحكم وفي مجالات السياسة وفي مجالات الثقافة والحضارة. الجوانب الإيجابية كثيرة حقيقة في حياة هذا الرجل البناء، وحتى أن شاعرا كرديا هو أحمد خاني يعتبر من الصفوة القلة من الشعراء الكبار الذين ظهروا في كردستان، لمح في قصيدة له إلى شخصية السلطان حسين وإن لم يسمه، قال بأننا نحتاج إلى أمير، يعني ماذا سيكون لو منحنا أميرا يكون عادلا بانيا معمرا شاعرا أديبا رقيق الحس. كأنه أعطى صورة للسلطان حسين الولي، وهو قد جاء بعده بفترة قليلة يعني بنحو 30 سنة، كأنه صوره تصويرا دقيقا في شعره. ظلت ذكرى السلطان حسين إذن تداعب أذهان الشعراء والمثقفين بوصفه الأمير العادل، الأمير الصالح، حتى أنه عرف بالسلطان الولي، وربما هو السلطان الوحيد أو الأمير الوحيد الذي حمل لقب الولي. يعني كانت أفعاله تقرب إلى أعمال الأولياء في صلاحها وفي خيريتها حقيقة. توفي السلطان حسين عام 1573 ميلادية، ودفن في مقبرة السلاطين أو مقبرة السلطانية في العمادية، وبني على قبره قبة، لا تزال هذه القبة موجودة وهي تمثل نموذجا للعمارة، لعبارة عمارة القباب والأضرحة في ذلك العصر. وكتب على مدخل هذا الضريح اسمه وتاريخ وفاته، وبقي هذا الضريح يذكر السائحين والزائرين بعظمة وبالدور الكبير الذي أداه هذا الأمير الذي ربما لا يعرف سيرته كثير من الناس، وهو جدير بأن يبقى ذكرى مهمة في أذهانهم. إلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.